ثالث ياما ايوه ولسه جاي. واحده 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 صلاة النبي صلاة النبي. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا رب يا كريم. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. على أيدينا يا جماعة على أيدينا. تاني هيضرب اهو تاني هيضرب اهو. الغلة ده شكله هيضرب. سلكوا بقى الحلو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا بخير. يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. اللهم انصر اخواننا الفلسطينيين يا رب. في ناس كتير بتسال الغله اشتغلت ولا لا. طبعا عشان نجاوب على السؤال ده لازم نجاوب عليه بطريقه احترافيه. الغله دي طبعا احنا بنصطاد بيها سمكه البلطي. سمكه البلطي سمك. السمكه دي اكلها بيرتبط بدرجه الحراره. النهارده احنا هنقول برضو ان شاء الله اخبار صيد السمك بالغله. طبعا لو الجو برد او الجو ريح يفضل ان انت ما تطلعش. عايز تتسلى بقى يبقى اطلع توكل على الله واطلع. الناس اللي بتسال الغله بدات، الغله بدات في الاماكن اللي هي حاره والارض بتاعتها رمله. دي ممكن تصطاد فيها غله مثلا شهر 4 وهتاخد فيه سمك حلو وبعد كده هتوقف تاني. تمام يا جماعه. الاماكن اللي هي درجه الحراره فيها نازله دي مش هيحب، دي مش هتنفع تصطاد فيها غله. لان يا جماعه سمكه البلطي كنا احنا الاول بنقول دي بتبخ في شهر 4 وكده. الكلام ده طبعا اهل العلم ثبتهم ان الكلام ده مش مظبوط. هي سمكه البلطي بتحتاج درجه حراره بس. طول ما درجه الحراره بتاعتها عاليه بتاكل وبتشرب وبتتكسر. لما درجه الحراره بتنزل السمكه دي بتتجمد وبتقف في مكانها او بتصحن زي ما احنا ما بنقول. طبعا الكلام ده ممكن تتاكد منه على النت. بالله عليكم يا جماعه، الناس اللي بتسال على المكان، المكان مش هيفيدك بحاجه، وانا مش هينفع نقول فين المكان. بلاش السؤال على العام بعد اذنكم. انا النهارده مصور لكم فيديو حلو في سمك كبير وفي سمك مباشر. تابعونا بس ما تنسوش بالله عليكم تعملوا لنا لايك. ولو اول مره تشوفونا اشتركوا عندنا في القناه. ما تنسوش يا جماعه اللايك. اللي عايز يدعمنا يعمل لنا لايك. ثالث ياما ايوه ولسه جاي. الاسمر يتعلق. صباح الفل يا رجاله. هو ده السمك. كانت بلوة كانت بلوة. الله أكبر الله أكبر يا معظم. ما شاء الله. استنى خلي بالك عشان ملطوش. ها ماشي. واحدة واحدة. صلاة النبي. ان شاء الله. خلي بالك عشان النبي. اللهم صل على النبي. حلويات. سلة صيامة. واحدة 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 واحدة. الله أكبر. هيا أبو يحيى. الله الله كريم. الله الصلاة والسلام. بالله عليك اللي انت شفته عندي ده قد ايه؟ هو بغباوته.
ايوه اسمع يا بتاع زمان حبيبي ابو يحيى واحدة 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 الله يرزقك الخير يا رب. لسه مضيع واحد سيدة واكبر يا محمد. يعني انت بنقول والله قلت اسعى الشبر كده بقى بالله عليك حبيبي. لا بالشبر 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 ايه بقى يعني امسكه كده وحط عليه. بص يا جماعه لسه ما جبناش اخره يا جماعه من حطه على الارض كده حطه على الارض ايوه وقيس بقى حط شبرك بقى عليه بقى بالله عليك ما جيب من ما كملناهوش صلاه النبي صلاه النبي الله اكبر ماشي يا معلم حط في جربنديتك يلا عشان زمان العيدان عندي اتاخدت حلوه هنا ايه الاخبار معاه يا راجل طب انت ساكت ليه يعني وقاعد لوحدك ليه ما احنا الراجل ده خد سمكتين ونام عليه وانا خدت سمكتين ونمت عليه تعال صورني بالله عليك تعال صورني بالله عليك المفتوح ها بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه معدي الكيلو ده ولا حيك كفافي حلو يعني واكله يا جماعه دي سمكه غله واكله